السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أصبح على هذه الصورة أسمى بالتربيع الأول، وسأحكي لكم الحكايات الجميلة في هذا الشهر الفضيل. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. كان يوماً مليئاً بالخير والبركة، فقد تعلم كريم شيئاً استحق عليه الأجر. كان كريم يلعب بألعابه، وكانت أخته سيدرا تراقبه، وكانت تفعل كما يفعل وتتصرف كما يتصرف. لاحظ كريم ذلك فتأكد أنها تقلده وتقتدي به. فقرر أن يقوم بعمل جيد ومفيد كي يكون قدوة صالحة، فبدأ بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، وقامت أخته بتقليده فيما يفعل، وبهذا تعلم أن يكون قدوة حسنة ليستحق الأجر والثواب. وها هو كريم يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل، وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء. Thank you.